السلام عليكم، معكم أمين الغضوف، تكنيكو كوميرسيو في شركة فيتولوكوس. فيتولوكوس شركة اللي تأسست سنة 1987 من طرف سعد إله بناني، واللي كمل المسيرة ديالو سي أمين البناني. بالنسبة للاغام اللي كنقدموا لي برودوي اغريكول، يعني المواد الأدوية الفلاحية سواء البيولوجية، وكنركزوا خلال المخطط ديال المغرب الأخضر ومن خلال التطور اللي كتشهدوا الفلاحة في المغرب ديالنا، أننا كنحاولوا نقدموا واحد لاغام اللي هي متكاملة لا في خلال بالنسبة لكيميتيك ولا ستولير. بالنسبة للعمل ديال الشركة ديالنا ولا بالنسبة للاستعمال ديال الأدوية، حنا كنقومو في الدرجة الأولى بالاستشارة الفلاحية، ألوغ كنواكبو الفلاح باش نعاونوه باش يوصل لواحد المردودية مزيانة. الوغ من خلال هاد المساله هادي كنقدموا له حنايا بالنسبه للادويه ديالو، الحمد لله الادويه كاملين كيكونوا عندهم واحد الاسم اللي هو كوميرسيال، النيميرو دومولوغاسيون ديالو، علاش كيتستعمل، يعني كيكون واحد الفيش اللي كيكون كيعرف بالبرودوي. الفلاح هو له الاختيار، دونك على حساب الفلاحه اللي على حساب طبيعه الفلاحه اللي هو زارع. بالنسبه للتخصص ديالنا حنايا الفواكه الحمراء، الوغ الاكثريه الشغل ديالنا مع الشركات ديال الفواكه الحمراء. الفواكه الحمراء كما كنعرفوا بانهم كيتصدروا للخارج، الخارج عندهم واحد دفتر تحملات، يعني خلال المعامل ولا لي ستاسيون اللي كيتعاملوا معاهم، دونك شاك ستاسيون عنده واحد دفتر تحملات. حنا كنحاولوا حتى حنا نكون البروديكت اللي كنقدموهم يكونوا كيحترموا دوك كما كنقولوا حنايا المعايير اللي كيديروا باش نقدموا واحد الفلاحه بيولوجيه، وكنحافظوا على المستهلك من الدرجه الاولى. هي كنتواجدوا في المركز ديال العوامره قدام المركز ديال الدرك الملكي. عندنا دو سيت، كاينه السيت ديال العوامره وكاينه عندنا المكازا في منطقه ديال الدلالحه.